رجعت لنشاط واحد، ما درتش انشطه، درت نشاط واحد كان زوين بزاف، وكانت واحد ليموسيون، كانوا دي سونساسيون زوينين. خدمت انا مع تمن مولين، ولكن في داك تاني جوست ابخي عاوتاني زادوا هبطوا الوقت لتسعة الليل سكيفي، ولفنا صراحه بحال ولفنا زعما كنتسناو بحالنا بحال الناس كاملين. انا راه بحال زعما اون في بارتي دي جون اللي كننتظروا الصراحه، عينا عينا ان شاء الله تفاجا الامور قريبا. في الاول انا كنت فرحانه بزاف بالحجر، نقول لك علاش، باسكو يلاه تنطلع دامي وارتاحيت وشفت اش دارني اش ما دارنيش، فريمون جافي بوزوان هذيك لا كوبور. دابا بديت كنقنط صافي، توحشت هذيك لافي اللي كانت عندنا قبل، وجو بونس ما بقى والو. انا ما كنفكرش نغني، انا كنت درت باغودي الاغنيه ديال سعد مجرد وزهير بهاوي، حيت جاتني مسليه بالنسبه للمواضيع اللي انا كنطرق لهم سوفون في انستغرام ديالي، درجه ضحك. بالنسبه للفنانين ممثلين او مشاهير كيبغيو يغنيو، ما عندي حتى مشكل، يبغي يغني يغني. بالنسبه للمسلسل ولا فيلم، اياه كاينين دو بروجي، كنتمنى يصدقوا كيف بغيت، وكنتمنى فريمون يعجبوا الناس. ما نقدر نقول لك والو، المهم غيكونوا. انا ضد الفكره ديال الانسان الا كان في مجال يعاود يمثل نفس الدور، انا ما كيعجبنيش، اكيد غيكون بعيد على دور الراقصة. كاين تا هو سان بروجي كي اون كور، غنبرد لكم القلب. لا قناه اليوتيوب بيان سور، ماشي تطلقوا. لا وبالعكس، واش كاين شي واحد كيبغي شي شمل يتشتت، ولا شي ان فوايي ما يكملش، ولكن ما كيكونوش المعطيات ديال شي كيكه راه ما يمكنش لها تطلع. والزواج خاصو معطيات بزاف، كيكه خاصها البيض، فورس، سكر، زيت، البيض باش كاو الخميره باش تطلع. والزواج خاصو الاحترام، خاصو الموده والرحمه والثقه، بوكو دو كونفيونس، والواحد يكون متفاهم على المسائل الماديه من ديبار، والواحد يكون عارف صحته واش فيها واش ما فيهاش، باش ما يدخلش على مشكل باش كيك تكون طلع. واش الواحد بادي خاسر من ديبار؟ سي نورمال كو كاينين طلاق بزاف، ماشي انا اللي اكوز، ما يمكنش نكون انا اون كوز ديال الطلاق، ولكن الواحد الا حل عينيه احسن ما يدير مشكل. رأيي انهم اتصلوا بيا وما دخلتش ديال الفكره، رفضت الفكره كومبليتمون، لان انا بعدا جو سوي اكسيسيبل، حيت الناس كيسحب لهم جو سوي اكسيسيبل. لا بغاني شي حد راه كيجي يهضر معايا ويسلم عليا، ما تلاقينا هو داك ما تلاقيناش هي هذيك، ولكن جو نو تروف با كو انا ما عجبتنيش الفكره الصراحه. داروها الناس، شفت وراوني المثال وقالوا لي ها الفيديو اللي غديري معاكم فنانه ديالكم باش تهضر معايا باش ندير لك ديديكاس. انا رشقات لي غندير لك ديديكاس، ما رشقاتش لي ما كنديرش لي ديديكاس، ما بغيتش نكون اوبليجي حيت مخلصه غادي ندير شي حاجه. لا ما كيقلش من قيمه الفنان، ولكن انا شو با داكور، ما كاينش هادشي ديال التقلال ولا نو، ما وصلتش لهاد الفكره ديال كيقلل من قيمه الفنان. الفنان راه يستاهل كاع انا بيل بمليون، ومن بعد القيمه ديال الانسان عنده في سكيله في سكيلي اوفو، ماشي حكا فنان وماشي فنان، غير هو انا ما عجبتنيش باش انا نديرها، ما بغيتش. انا كنخدم بكانتي ماشي بفلوس، الا كانوا الفلوس بزاف واخا يكونوا بزاف دون سو كونسيبت، لا ما سلكاتنيش، حشمت. هذيك الهوايه ديال واحد المجموعه ديال الناس في المغرب كيطلعوا العرس ب 200 مليون كيوصلوا عند الفنان، ولا كيوصلوا عند لا دونسوز، ولا كيوصلوا مثلا عند فنان شعبي، كيبداو يتاواو على 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 لي ميل ديغام، وما كيعجبنيش الحال. وانا اخر مره قلت لهم اللي بغيت تاوى معايا نقطع لي، ماشي نقطع، ولكن حشومه ان العرس دايرين فيه كل شيء، وصلتوا حتى عندي انا اللي غندير النشاط، ولا وصلتوا حتى لعند شي مغني شعبي، باسكو كيديروا العرس وكيزيدوا شي مغني، وبداو يتاواو حشومه، ما كيتاواوش مع لي تريتور، ما كيتاواوش مع النقافه، ما كيتاواوش مع الكوافيرو، ما كيتاواوش مع بزاف د الحوايج، ولكن انت غديري غا، هذيك غا
وراه ديك غاره هي اللي كتطلع لكم النشاط في العرس ولا في ليفينمون ديالكم. سي تري امبورطون دو دوني ا لارتيست كيف ما بغى يكون التوجيه ديالو ولا لاغ اللي كيدي طيح منه ولا ما تعطيوش قيمته سلككم لو تاريف وداك ما سلككمش الي بروندر كيلكان دوطر. ولكن المتاويه وداك شي حشومه. لا على دابا شنو هي غاليه بالنسبه لك؟ بالنسبه لان ملياردير انا ما غالياش، بالنسبه لان مليونير انا ما غالياش، بالنسبه لواحد على قدو نغطرشق ليه غنقول ليه جايه لك فابور، بالنسبه لشي حد ثاني اغوفوني موايان نقدر نجيه شير، سا ديبون شنو هي الشير بالنسبه لك. مثلا غنقول لك اجي ناكلو تاكوس ب 60 درهم يمكن تجيك شير، انا غتجيني شير، واحد اخر ما غتجيه غيان دو تو غتجي بحال 6 درهم. هاد لو رابور مع الفلوس راه عندنا ماشي كلنا كيف كيف، دونك شير برابور اكي اكوا. مدام انا نصيحه ديالي بقى الاحترام التام وطلعي النيفو بزاف، باش لان العدوسات عندنا في المغرب ملي كتزوجك ولدها بحال ماشي بحال عطاتك عينيها وعلى اساس تلقاوك في شجره لقيت بون بغيف هذا ماشي الموضوع ديالنا. انا ماشي قلت ما عنديش مع العدايزات، كاينين شي عدايزات الشيطان ملي كيشوفها كيقرضها فوق كيتخلع، وكاينين عدايزات الله يعمر لهم الدار، وكاينين عدايزات اللي هازين بعيرات وليداتهم، وكاينين ناس مزيان. كتشوفي الخيب كاين الزوين، الخيب كاين باغتو، الزوين كاين باغتو. اللي بغيت نقول بان هذيك الدساره من الاول وكيسحب لك سي تا ميغ، العدوزه ماشي تا ميغ، العدوزه مات راجلك وماشي حكا حيت خلاتو تجوج بك خاصك تبقاي سمعا وطاعه. نو راه حتى انت هما خاصو يكونوا فرحانين اللي حتى انت مزوجه بولدهم وغادي تكونوا واحد الاسره. عندنا ديك الغابور ديالو عطاتك ولدها، كيفاش عطاتك ولدها؟ يعني انت ما عطاوكش ليه زعما؟ ما فهمتش هذا الموضوع. المغربيات عندهم فيه خلل كبير وعندهم فيه واحد النظام خصهم يتعاود بروغراماسيون ديال لو رابور مع لا بيل ميغ لو بو بير، وداك التعامل اللي ما عرفت اش تقول لك خاصك تصبري. نو كاين الاحترام اللي عمره ما خاصو يتزعزع، ما تخليوش الفجوه في لو مونك دو ريسبي يقدر يتانستالا ولا جي غسلي ليا صبني ليا. انت ماشي فام دو ميناج، لا فام دو ميناج راه كتاخذ واحد الاجر باش كتادي واحد العمل، انت خير منك وكلاس منك وترابي منك كديري الواجب اللي هو الصواب والاداب. قوه خطيبتي ما عندك ما ديري بها، خالتي طاطا وداك الشيء سميتها مدام فلان، مدام خديجه، لاله فلان، لاله فاطمه، لاله سعيده، تسع. هذا هو النصيحه اللي نقدر ديما نعطيها واللي متاكده منها هي اللي كتصدق. كاين تجارب خايبين، كاين تجارب زوينين، انا منوعه من كل شيء. ان شاء الله دابا مع الحكومه الجديده غادي يكونوا عقوبات صارمه، كنتمنى زعما عندي واحد الاحساس بوزيتيف لهذا الموضوع تكون واحد العقوبه صارمه. هذيك راه غير كنت كنضحك، ما كان كيلعب دراري صغار، ما كاينش دراري صغار في اوروبا في الدول المتقدمه. غتمشي غتلقاي تقولي ليهم واحد البنت غدا في الزنقه زلا صيتها يجيهم بلوكاج، هادي سميتها قله الترابي، ما عندهاش شي سينيفيكاسيون واحده اخرى. البنت لابسه شورت لابسه كسوا ما خرجاش بمايو في الزنقه، ما خرجاش لابسه كسوا، هو اللي هز لها الكسوا، دونك مسؤول نورمالمون خاصو يتعاقب قانونيا. واخا البنت تنازلات للاسف باقي خصنا نخدموا على هذا لو فولي، هذا باقي كاين ما يدار. انا كنشطح عمر شي حد ما هز ليا صايتي، هي كانت راقصه وشطحت باختو، عمر شي حد ما دار ليا هذا لو جيست هذا. ثاني اللي نقدر نأنب عليه البنات هو لاتيتود ديالهم، الطريقه باش كيتمشاو. كاينين شي بنات باسلات لبسي اللي عجبك، ولكن كاينه اون مانيير باش كيتلبسوا، باش كاينه اون مانيير باش كتمشاو، كاين بوكو دو شوز اللي البنات الله يهديهم في لو اتيتود اي سون بروفوكاتريس داكور. وهادشي بيان سور يقدروا يلومون عليه، ولكن سي اون رياليتي. راه كاين اللي كتلبس، انا قلت لك كنشطح باللبسه ديالي، واش كتظني شي حد عمرو تجر جاهز ليا كسوه ولا ما كاين؟ عمر ما وقعت. دونك جو بونس كو سي اوسي كاين لاتيتود، كاين فين، كاينين بزاف ديال العوامل اللي باقي خاصهم يتخدموا مزيان في هذا الموضوع، في هذا الموضوع ديال الحريات. من موت الغفله مرحبا بها، وقت ما جات مرحبا بها. انا ماشي كنتمنى، كنقول وي جو في سافوار، فهمتي؟ صافي سي بون. حيتاش حنا في ماشي في المغرب، في بزاف ديال البلدان كيرعبونا من الموت، كيخوفونا من الموت وهي انيفيتابل.
قلنا غنموتوا. لو رابور اللي عندنا مع لا مور اي ان رابور للاسف نيجاتيف. انا مؤخرا جي بيردو بوكو دو جون كنعرفهم، جي كومبري كو سي انيفيتابل. الحاجه ملي كتكون انيفيتابل خصنا نتعاملوا معها تعامل اخر، لاكسبتاسيون. الواحد يكون داير اللي عليه بطريقتي، ها كلو كيخدم بطريقته، كلو كي براتيكي وكي كي ابليكي بطريقته. واخا بيان سور عندنا دي ريغل ا سويفغ، ولكن اوني ليبر. دونك انا دايره دي ريغل ا سويفغ، حتى حد ما عنده الحق يجي يقول لي درتي وما درتيش. اللي غادي يحكم عليا فيغ لا فا هو ربي اللي خالقني. دونك انا موت الغفله ما غفل زعما ما خالعانيش ما غافلانيش، جو مي اطون وي جوستومون راك ما غافلانيش جو مي اطون. عارفك سا بو اتخ دون دو مينوت، دابا نيت غدا الصباح جو سي با، جو سري اوروز فريمون. الناس اللي كتبغيوني شكرا، ميرسي على حبكم وميرسي على لو سوتيان ديالكم وميرسي على ميساجاتكم وميرسي على اي حاجه كتصيفطوها ليا زوينه وايجابيه. والناس اللي ما عندهمش معايا راه شغلكم هذاك، انا راه ما كنعرفكمش.